متابعينا طبعا ومستمعينا الكل، الليلة في هذا اللقاء الحصري مباشرة من لبنان مع المايسترو مع الموسيقي صبحي محمد اللي معانا مباشرة وإحنا في ضيافته في الأستوديو. صبحي مساء النور ومرحبا بك. مساء النور حبيبي مجيد، وشرف لألي كتير كبير أنه تكون عنا بلبنان. شكرا. أكيد ما بعرف شو بدي أقول لك، قد ما أني مبسوط كتير بوجودك معي، أنه جيت من بلد الحبيب تونس اللي بحبها كتير كتير، وبوجه لهم تحية كتير. عايشك حبيب القلب. شكرا. ونورت الاستديو. شكرا. احنا جينا وفما جديد، فما الموال اللي سمعنا منذ قليل في الكواليس. نعم. الموال هذية للفنان للمطرب نعيم الشيخ. نعم. اعطينا شوية هكا سكوبات عليه قبل ما ينزل حتى في الدول العربية، لانه مازال حصري. نعم. الفنان نعيم انا بحبه كتير، يعني كتير كتير بحب صوته، ونعيم أكثر من صديق وأخ لألي كتير. نعيم من فترة كنا عم نتحادث أنا ومدير أعماله غياس، قلت له غياس إنه فيك تشرفوني على الاستديو، بدنا نعمل شيء. أكيد غياس قال لي أنا حجيين بعد يومين. إجا نعيم لعنا على بيروت واستقبلنا. كانت الفكرة إنه نعمل أغنية هذا بالأول. بالأول عم نبلش بالأغنية، قلنا له نعيم شو في عندك موال هلا؟ خلينا نعمله مباشر. قال لي والله في عندي كلمات من الشاعر عبد الله المحمود، نوجه له تحية. نعم. وسجلنا الموال. أخذ ضجة كتير كتير كبيرة الموال، يعني قد ما بتتخيل إنه ضرب الموال. هي عملية جس نبض بالأول ولا شنو؟ لا لا لا، عفوي، كانت عفوية. عفو. كانت عفوية في الشغلة. لأن شغلة عفوية يمكن طلعت هيك، وفي جماهير ومحبين لنعيم الشيخ كتير كان غايب عنهم فترة، ولما نزل الموال لأنه كانوا مفكرينه أنه كانوا طالعين إشاعات أنه هو متوفي. بعيد الشر عليه، بعيد الشر لطف عليه وربي يطول في عمره وعمرك حيو القلب. لما نزلنا الموال في العالم ما صدقت أنه هيدا نعيم، صار بيجيني مسجات يا صبحي هذا نعيم أو حدا بيقلده. طلعنا مباشر أنا ونعيم، فهمنا العالم انه نعيم بعده عايش، وهيدا الموال لايف نزلناه كرمال يسدوا العالم. والله الموال توا حاليا جاهز ونزل على اليوتيوب ولا مازال؟ اكيد نزل على اليوتيوب واخذ نسبه كتير كبيره كتير 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 كبيره على اليوتيوب. نعم. وما بعد الموال؟ بعد الموال رجعنا موال تاني جاي تعاتب. الله كمان الله. كمان كلماته كلماته كلمات كمان عبد الله المحمود. اي شنو تقول الكلمات؟ الكلمات جاي مش حافظ مش حافظ الكلمات. في انتظار انه من بعد ان شاء الله مع نعيم رجعنا عملنا موال ثالث كمان. رجعنا عملنا موال اشوفك متغير. ثلاث مواويل بخلال اربع شهور، ثلاث مواويل اللي اخذوا ضجه كتير 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 كبيره. نعم. اي توا هذوما معناها كتواصل مع الموال الاول، موال ثاني، موال ثالث. نعم. هذا نظرا لنجاح الموال الاولاني. اشي اكيد نجاح الموال الثاني والثالث. والثالث ان شاء الله مبروك. الله يبارك. لكن هذا يظهر لي باش يجيب اغنيه. الاغنيه الجديده هلا رح تنزل اليوم، اكيد رح تكون حصري كمان لمجيد. حصري اليوم. حصري اليوم. حصري رح تكون حصري. الاغنيه المايسترو طبعا صبحي حبيبي. يعيشك الله يخليك. خلينا نرجع شويه معك مع الاعمال، لانه عديد النجوم انا حتى كنت نشوف الصور ما شاء الله، النجوم والفنانين الكل حتى ايضا اللي تعاملت معاهم، وما ننساش لي ايضا ايمن زبيب النجم اللبناني. ايمن زبيب وتعاملك معاه لمده سنوات، مشوار كبير. ايمن مش بعده انه انا بشتغل مع ايمن، ايمن بيكون توأم روحي. جميل. توأم روحي، ما في بيناتنا عشرة. الشغل 10 12 سنه انا والفنان ايمن زبيب، هو بيكون توأم روحي. واكيد نزل الالبوم تبعه له من حدود ال 20 يوم نزل الالبوم، واكيد كنت مشارك باربع اغاني. أي. الحان وتوزيع. اي ان شاء الله مبروك. الله يبارك بعمرك. عايشه. اعطيت البرشة فنانين. نعم. برشا فنانين عطيتهم أغاني. هل من ال شوف حتى نكون صادقة معك، وسجلت زادة برشا أغاني سجلتهم الكل. نعم. هل في مرة من المرات صبحي محمد مع المشوار هذايا الفني اللي نقول إنه طويل، مرة ندمت من إنك تعاملت مع فلان أو فلانة؟ يا ريت ما تعاملت معهم وإلا أعماله عدت.
لا أكيد أكيد أنا إلي الشرف بشتغل مع كل المطربين وكل المطربين بيحبوني وبيحترموني كتير، وما قلت إنه يا ريت لا اشتغلت مع هذا أو أحيان أغنية ما بتضرب ما بتضرب في أغنية أي وما ما حب في أغنية راحت لشخص أي مطرب ما حب أذكر اسمه أي ما غير ذكر ما حب أذكر اسمه أي. ندمت نعم ندمت لبعني لهلا ندمان بعدني لهلا ندمان لأن أغنية كانت كتير قوية كتير كتير لكن هو ممكن ما وصلها ما وصلها وما أداها بس لأنه كان مقرب كتير لي وحب الأغنية كتير أنا قلت له أنه هيدي الأغنية أنه ما فيني أعطيك إياها زعل وأنا ما بحب حدا يزعل مني قلت له أوكي أعطيك إياها بس بعد ما نزلت الأغنية ندمت الفن في محاباة بصراحة أحياناً 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 به هذه حاجة الحاجة الثانية أنه نشوفه حالياً توا كل من هب ودب يغني نعم وانتقاء الأصوات والمراهنة على بعض الأصوات اللي ممكن أنت باعتقادك أن الأصوات هذه تضرب مجيد بدي أقول لك شغلة بهذه الأيام هلا أنا برأيي ما بقى في فن علاش؟ ما بقى في فن لأنه يعني شو بدي أقول لك أنا بيجيني كتير مطربين أصوات ما في نهائيا وبيسجلوا أغنية تضرب تاني يوم مع أنه ما في أصوات نعم يعني الفن ما بقى مثل قبل أنه أنا بدي أسمع أيمن زبيب بدي أسمع نجوى كرم بدي أسمع عاصي الحلاني أي. أغنية ضربت الأغنية تاني يوم بيكون نجم النجم العالمي طب كيف صار نجم العالمي بأغنية واحدة هي يعني العملية عملية مراهنة على أغنية على أغنية ضربت نجم نجم تاني يوم نجم العربي بالخط يعني العربي بيحطوا بخط العربي النجم العربي ما بقى في فن مثل قبل اي به تو عندنا برامج موجوده كلها على التلفازات العربيه هل البرامج هذه انت بإيمانة نعم. او بتجربتك انت الفنيه تتصور ان هذه البرامج فعلا هي لصناعه نجوم والا تجاريه بحت. تجاريه اكيد تجاريه هاي الشغله تجاريه علاش فما أصوات لأنه في أصوات كتير حلوة عم يطلعوا بالبرامج عم يختفوا دليل أنه هي التجارة مفيش استمرارية ما في استمرارية يخوضهم أنت الأصوات هذوم شو بدي أخذ شو بدي أخذ خذ بعض الأصوات هذوم تبنيهم باليوم بيطلع 100 مطرب لا شوف هي العملية يعني لما يكون فما صوت معبي رأسك نجم تأخذ أكيد في أصوات كتير حلوة بالبرامج بس مثل ما قلت لك شغلة تجارية يعني كذا منتج بياخدون وبيطفون أي هل إطلالة الأنيقة مؤخرا على تلفزيون أرابيكا وهالموسيقى الحالمة الموسيقى الأنسغي مونتال اللي ولعت الدنيا حاليا وعملت زادة حتى فيوز برشا برشا متابعين نعرف برشا زادة ناس تمهم أخبارك أول بأول فكرة الفيديو كليب وبين الظفرين على فكرة راهو بلبنان يعني الصورة اللي شفتوها كلها راهي بلبنان فهمتني والصورة هذه زادة صورة بلبنان فأي صورة بلبنان والمكان والموسيقى والانسترومون ميزيكال اللي كان موجود زادة الآلة الموسيقية اللبس وغيره والثلج مجيد يعني. أنا لما عملت المعزوفة هذه الموسيقى لأنه عم نبعد عن الجو الموسيقى ما بقى في موسيقى عم بيهتموا بالموسيقى كله المطرب أغاني 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 عم رجع أنه بدي سمع العالم الموسيقى في شيء من نوع موسيقى تسمع موسيقى فما إبداع الإبداع هذا يتجلى من خلال هاللمسات هذه حبيبي أنا الفكرة بس أنه بدي أقرب الموسيقى بدي أقربها للمستمع أنه بعد في موسيقى تسمعوا للموسيقى عملت موسيقى كتير حلوة ومثل ما سمعتها وعملتها أيه. كليب أنا حبيتها أيه. عملتها كليب المكان اللي معك من وين اللبنانية كان أكيد لبنانية أيه. والمكان تصور الكليب نعم والكليب تصور بمطعم الأدغال الله يوم ونص تصوير بالتلج شو الصورة هذيك والكواليتي زادة كواليتي عالية جدا وأنا بتشكر المخرج سامر محمود يعطيه الصحة سامر حبيبي تحياتنا لي سامر المخرج هذا يتو حاليا حصريا على أرابيكا نعم فما توجهات أخرى؟ لا هلا حاليا لا قنوات أخرى؟ حاليا لا أرابيكا حصريا لهم حصريا لأرابيكا تحياتنا لأرابيكا أكيد فما أفكار أخرى لأنه فكرة تولد فكرة أخرى نعم فما موسيقى أخرى؟
أنا خايف فما كليب. لا أكيد. فيديو كليب وغنية. أكيد أكيد في موسيقى كل ثلاثة شهور أو شهرين أنا عم بعمل معزوفة. أكيد يمكن ما رح صورهم كليب. أي. عم نزلون على المواقع التواصل الاجتماعي. أي. اليوتيوب فيسبوك بنزل المعزوفة كل شهرين عم نزل معزوفة. جيد. هذايا يخليك ديما حاضر بين جمهورك. أكيد. أعطينا سكوب. نعيم الشيخ المطرب الفنان جميل. نعم. به من غير نعيم. فما عمل أخرى. خل نسحبه من عندك الأخبار الجديدة. خليها مفاجأة. أنا فما عمل. به فنان ولا فنانة؟ اثنين سوا. فنان وفنانة. فين؟ في. اثنين سوا. في. كلهم الحمد لله كلهم نجوم. أسماء. كلهم أسماء نجوم. جيد إن شاء الله بالتوفيق. نعرف إنه الفنان دي ما عنده كل حس الموسيقي العالي جدا خاصة لمسته هذه من خلال عزفك. هذايا هالموسيقى وهذا المجال كله أخذك من العائلة ولا العائلة أخذتك من الموسيقى؟ بصراحة اثنين. اثنين. عملية. بحسوا بعضهم اثنين. بحس بالاثنين. وتعدل ما بيناتهم؟ أكيد. أكيد لازم يكون في لأنه الحياة الاجتماعية كمان ضرورية أكيد. ضرورية. عندك جمهور لهنا في لبنان وعلى مستوى الوطن العربي أكيد بانتظار جديد معزوفة أخرى إن شاء الله قريبا. أكيد. فما أعمال جديدة. فما ممكن فما حتى ديو. علاش هو ديو غنان فما ديو حتى عزف. أكيد أكيد. فما أكيد. خايفك يوم من الأيام أنك تجيب لنا سمفونية وراك. إن شاء الله ليش لا. إن شاء الله. الموسيقى هي بحر وأنا نقطة ببحرة. أي والواحد يعني هو حلم مشروع. من حقك أنك تحلم أنك توصل بما أنه فهم الإمكانيات. رح أوصل إن شاء الله بوجود المحبين مثلك. عايز. أوصل وأنا أكيد رح أقعدهم بألحان كتير حلوة ومعزوفات كتير حلوة. صبحي. نعم. المايسترو الموسيقي مادي ولا مش مادي بصراحة؟ أكيد مش مادي أبدا نهائيا. فيك تسأل عني. صبحي. أنا مساعد كتير. أي. كتير مطربين كتير بعدين لهلا عم ساعد المطربين بعدين لهلا. أي جميل أنك تساعد وأنك تؤمن ببعض الطاقات الشبابية وتقف معهم هذه حاجة حلوة. صبحي محمد إذا لم نجده في مجال الموسيقى أين نجده؟ في مجال الموسيقى. وإذا لم في مجال الموسيقى يعني تجري في الشريان. أبدا. متشبع. نعم. به من وين تستمد هالقوة هذه الكل؟ أحساس. أحساس يعني بتذكر إشياء بالماضي. هي ممكن بتعيشني يعني مثل تذكر الماضي يعني بيطلع معي كتير إشياء ألحان كتوزيع. أكيد أنت تساعد الناس. نعم. صحيح. اللي ما عندوش نعم. ماضي ما عندوش حاضر. نعم. ما عندوش حتى مستقبل. نعم. صبحي بالنسبة لك أنت ساعدت برشا ناس. نعم. برشا ناس ساعدتهم. نعم. فما شكون ساعدك انت؟ ما حدا ساعدني على هذا ممكن حتى في قلبك. ما حدا ساعدني ابدا بعدني لهلا ما حدا ساعدني كله باجتهادي وتكوينك الموسيقي كله وحدك وحدي. جميل إن شاء الله ربي يوفقك ويوفقك أنت كمان يا عايشك. أنا حبيت إني قدر المستطاع نسحب منك سكوبات لكن حبيبي مجيد يلا مازال نورت لبنان. برجع بقول لك نورت لبنان. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك وبدنا نشرب الأرجيل اليوم. إن شاء الله. الله يخليك صبحي. المايسترو طبعا صبحي محمد مباشرة من الاستوديو الخاص به وبعد شوي جمعنا اللقاء مع نعيم الشيخ. حمودي تحياتي لك. تحية طبعا لصديقنا زادة كمان تحياتنا له كمان. شكرا للجميع. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي.